وأني أنشدك الله يا سمو الأمير أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة أولها القهر والظلم والصدام بين أبناء شعبك، وآخرها الوقوف أمام الله ليقضي بيننا وبينك. وأني أسألك أن لا تجعل للمجتمع الدولي سببا للدخول بين حاكم وشعبه، فالغبن السياسي وانتقاص المواطنة دون أساس قد يقود إلى الفرقة كما حدث في بعض الدول التي أصبحت فيها شعوبها تطالب بحق تقرير المصير. ما بعد ذلك؟ اليوم حقوق سياسية وغدا يحرمون من القرض والأرض وغيرها من الحقوق الأخرى. أنا من الذين انتفعوا بالقرض والأرض ودافعت عن موكل لي طوال عام كامل في المحاكم على الدرجة الابتدائية والاستئناف والتمييز، وكان دفاع الحكومة يقرر أن الذي صرفت له الأرض هو بصفة أصلية. الآن خلقت فئة أخرى أيضا، قد رضينا بمجلس الشورى المعين على أساس النظام الإسلامي أهل حل وعقد ولا يهمنا أعضاؤه. ما دمت المسؤول فينا يا سمو الأمير والمسؤول أمامنا في كل ما يتعلق بنا من حقوق، أما أن تدخل معك جزء من المجتمع وعلى النظام الغربي الديمقراطي يأمرون فينا وينهون من خلال القوانين دون أن يكون لنا أي إرادة في اختيارهم، وحتى أن نتقدم للمشاركة في إدارة الشأن العام كحق لكل مواطن اتفقت عليه الدول ووثق في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وفي الدستور القطري أيضا، فهذا والله لن نرضاه ولن أرضاه ولن يرضاه أي حر. ما تحسبوننا؟ أتظنون أننا سنعيش في هذه الأرض كالأنعام نأكل ونشرب وننام؟ لا والله، لا أقبلها على نفسي وعلى ولدي وأهل بيتي أن يكون أمري في يدي غيري. إذا أصبحنا مماليك لكم تفعلون بنا ما تشاءون. نحن لا يهمنا أين يذهب المال العام، فكل يحاسب بعمله يوم القيامة، ولا يهمنا المناصب، فكل له رزقه. ما يهمنا هو أن لا تنتقص مواطنتنا. وأنتم تعلمون أننا من أهل الكريهة والطعان، ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ونثبت معك في أزمة الحصار. نحن لا نقبل وقت الطمع ونفر وقت الفزع، وأنت وسمو الأمير الوالد يعلمون ذلك جيدا. ختاما، لا أملك بعد هذا الخطاب إلا أن نقول أنتم من دفعتمونا لذلك، وأنتم من وضعتم هذه القوانين الغير دستورية لترفض، وسنطالب بحقوقنا وكرامتنا في هذا الوطن ومن داخل الوطن حتى لو كتب لنا الموت في سجونه. نموت بكرامتنا ولا نعيش في ذل الانتقاص. وأنا وبالنيابة عن كل مواطن حر يحترمك يا سمو الأمير ويقدرك، نسألك أن لا تدفعنا إلى ما تكرهه منا ونكرهه منك، ونرجو منك الرجوع في الحق، فهي منقبة للقائد وليست منقصة. وأرجو من الله أن يهدينا ويهديك إلى سواء السبيل ويجمعنا على كلمة سواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم الفقير لله الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة العذبة المري، بصفتي مواطن ومحامي أقدم هذا الخطاب، وأرجو أن يلامس كل الشعب القطري وقيادته، وأرجو أن لا يسوق هذا الخطاب لزرع الفتنة أو أن يأخذه أحد من الذين يريدون الفتنة بنا إلى منحا نحن لا نريده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.